السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة ترضيه وترضى بها عنا، صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد. أصدقائنا ومتابعينا في قناة يوميات محامي، أهلا وسهلا بحضراتكم، ويا رب تكونوا بخير وسعادة. زي ما اتفقنا مع حضراتكم إن احنا بنحاول بقدر الإمكان في القناة ومن خلال أي فيديو من الفيديوهات اللي بنقدمها نقدم جرعة وعي، لأن خلينا نتفق إن الوعي قبل السعي. قبل ما تسعى في أي شيء أو في أي مجال لازم يكون عندك وعي. طيب النهاردة في عندنا مشكلة للناس اللي بتتعرض لعمليات نصب من خلال إعلانات السفر للخارج، سواء في دول الخليج أو في الدول الأوروبية. النهاردة بتلاقي إعلانات منتشرة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في وسائل إعلامية أو إعلانية شهيرة وكبيرة معترف بها، بيتم الإعلان والترويج لمثل هذه الإعلانات على وظائف برواتب مجزية وامتيازات وتخصصات ومش عارف ايه، وبيهيمك على الآخر ويعمل لك من البحر زي ما بيقولوا طحين. طيب انا اعمل ايه لو انا بدور على فرصة عمل خارج البلاد او خارج مصر بشكل عام؟ اول شيء لازم تتأكد ان المكان او الدولة اللي جاي لك منها او اللي معروض عليك ان انت تسافر فيها وتشتغل بالفعل طلبة عمالة. اذا ما كانش ليك حد في الدولة دي تسأله تستفسر منه، يا ريت. احنا بقينا خلاص بقينا قرية مفتوحة وبقى العالم كله مفتوح على بعضه، ممكن تدخل على اخبار الدولة دي وتشوف بالفعل هل الدولة دي او الاعلانات في حجم عمالة، التخصص بتاعك بالفعل مطلوب، لان بنتكلم من رحم المشاكل والمعاناة والواقع اللي لمسينه مع كتير من الناس. ناس بيغرر بيها وناس بتلاقي اعلانات براقة، فرص عمل بمعرفش كم الف دولار وكم الف دينار وكم الف ريال والكلام ده كله، وناس بينقسم لقسمين، ناس بيتنصب عليها جوه البلد اصلا ما بتطلعش ولا بتشوف اي شيء وبتاخد منها الفلوس وبتفاجأ ان الشركات والمكاتب دي وهمية وتحت ستار مسميات مش معروفة اصلا وبتاخد منها الفلوس، ولا بتطل ابيض ولا اسود، والناس التانية بتقع فريسة لتجار الاقامات في الدول دي. يعني بيبقوا ناس شبكة مع بعضهم، تجار الاقامات بيبقوا في الدولة اللي حضرتك عاوز تسافرها وموجودين عندك في مصر، عندهم تواصل وعندهم ترابط مع بعضهم، بيديلك ورقة بيقول عليها فيزا تنزل، لا تلاقي لا شركة ولا تلاقي عمل ولا تلاقي أي شيء، وفلوسك تروح عليه. أي شغل وأي عمل خارج البلاد، أي حد يطلب منك فلوس تمن فيزا، اعرف إن ده تجارة إقامات، ابعد عنه. أي واحد يقول لك فيزا حرة، فيزا معرفش إيه، مفيش حاجة لا في دول الخليج ولا في أي دولة اسمها فيزا حرة، إن واحد ياخد منك فلوس وسيبك تشتغل في أي مكان. الكلام ده مش قانوني. لو كانت الناس البعض بيسافر بالطريقة دي، لكن الوضع ده غير قانوني. ولو اتمسكت في مكان غير عملك أو في مكان غير الإقامة اللي انت طالع عليها، بيتم عمل مخالفة إقامة، وبالنسبة لك الموضوع بتبقى مخالفة قانون العمل وقانون الإقامة، وقد يتطرق الامر ان انت ممكن تبعد من الدولة اللي انت رايح ليها. فعشان كده قبل ما تفكر تتعاقد او تتفق مع اي حد او تدي لاي حد فلوس، لازم تتأكد بالفعل ان فرص العمل دي حقيقية وموجودة، ويكون في عقد عمل طالع عليه بيحدد كل الشروط وكل الحقوق والواجبات والالتزامات على الطرفين، يبقى انت طالع بشكل قانوني عشان لما تقع لا قدر الله في أي مشكلة تقدر تستعين بأي حد يجيب لك حقك من اللي انت تعاملت معاه. ده فيديو بس قصدت ان انا اوضح فيه، لان بالفعل لامس مشاكل كتير مع ناس تعرضت للنصب
اتضحك عليها بشتى الطرق تحت اي ستار. للاسف في ناس بتستغل الحاجه بتاعت الشباب، بتستغل وضع البطاله، بتستغل ان في قطاع مش قليل عاوز يطلع في اي مكان، وبس نظرا للاحوال اللي الناس عايشه واللي البلاد بتمر بيها. بس ما ينفعش تروح ترمي نفسك في البحر وتقول انا يعني ده نصيبي والكلام ده كله. فاتمنى ان يكون الوعي عندنا عالي، وقبل ما تسعى لازم يكون عندك معيار الوعي عالي، وتكون عارف تفاصيل اكتر عن المكان او الدولة اللي انت رايح تشتغل فيها. وقبل كده لازم يكون عندك تخصص معين انت وحرفة بتمتهنها، عشان ما تروحش تقول، لان الدول دي خلاص ما عادتش، مفيش حاجة اسمها عشوائية في الوظائف والتخصصات دي. اللي بيطلبك العمل الحقيقي بيكون بالفعل محتاجك، محتاج التخصص بتاعك، والتخصص بتاعك لو هو عنده موجود في بلده مش هيعلن عنه ولا يجيبه ولا الكلام ده كله. لو في اي سؤال او اي استفسار حوالين قانون العمل، عقد العمل، سواء في القطاع الخاص ده في الداخل او الخارج، احنا حاضرين وتحت امر الجميع. وما تنسوناش من الدعم المعنوي بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. ولو في اي سؤال في اي مجال من المجالات القانونية، لو عندك اي مستندات وحابب نطلع عليها وندي لك الرأي القانوني بدون شرط ولا قيد، احنا حاضرين ودمتم في رعاية الله وامني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.